الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مساكم الله بالخير أبنائي وبناتي في مؤتمر فورشباب الرابع، في هذا اللقاء الجميل المبارك في مدينة القاهرة العامرة التاريخية السامقة الصابرة المتطلعة إلى مستقبل أفضل وأجمل وأكثر هدوءاً وأمناً وتوافقاً وتصالحاً وتطلعاً إلى أيام جميلة. أهنئكم أبنائي وبناتي بهذا الحضور الجميل وهذه المشاركة الطيبة. جيل القدوة والقيادة هو موضوع حديثكم ولقائكم، وأما حديث الخاص فهو عن صناعة القدوة، وعندي حقيقة مجموعة من النقاط سآتي إليها باختصار. مر في حياتي البسيطة أشخاص كثيرون جداً وأساتذة من المرحلة الابتدائية فالمتوسطة فالثانوية فالجامعية فما بعدها، وفي المدرسة وفي الشارع وفي الميدان وفي العائلة، ولكن هناك شخص لا يبرح ذهني أبداً، ذلكم الشخص هو إمام القرية، إمام متواضع سهل قريب من الناس، يقضي حاجاتهم وينفث الرقية على مرضاهم و يوجههم ويرشدهم ويواسيهم ويعول الفقير منهم ويأخذ من الغني زكاته فيعمل كوسيط. هذا الإمام على يعني تواضعه الشديد ربما أثر في أجيال وفئات كثيرة خرجت من تلك القرية التي ولدت فيها. في مثل هذه الحالة والنموذج أستذكر القدوة وأدرك أنه ربما أكون كفرد مجموعة من الأشخاص الذين تأثرت بهم، اقتبست من هذا ومن هذا ومن هذا، فأنا طرف من هذا وطرف من ذاك، إضافة إلى ما يتميز به كل شخص، لأن الله عز وجل جعل كل إنسان بصمة مستقلة ونبرة صوت مستقلة وحدقة عين مستقلة، ولذلك لكل إنسان خصوصيته من جهة، ولكل إنسان أيضاً تأثراته بأشخاص ورجال كبار أو صغار ربما ينفرد بهم أو يكونون أشخاص مؤثرين على الصعيد العام. فأولا موضوع القدوة يعني الاقتداء بالغير في جوانب من الخير، ولكن يلاحظ في القدوة أن الغالب أنها تطلق على أشخاص يتفقون معك في القيم ذاتها التي تحملها. فإذا تكلمنا عن قدوة الشاب المسلم فبالتأكيد سنتحدث عن أناس يشتركون في ذات المرجعية وينطلقون من رؤية إسلامية، ومن هنا قد يوجد أشخاص مؤثرون من الشرق أو من الغرب أو من التاريخ ولهم إلهام معين، يمكن أن يكون أحدهم مبدعاً مبتكراً، يمكن أن يكون شخصية تاريخية وعلمية أو عالمية، يمكن أن يكون مفكراً أو فيلسوفاً أو حكيماً أو ما شاء الله، ولكن ليس في محل القدوة. وهنا سنجد أن ابن تيمية رحمه الله في العديد من كتبه استفاد من شخصيات إسلامية كابن حزم مثلا، واستفاد من شخصيات تنتمي أيضا إلى الأمة الإسلامية وإن كان عندها اتجاهات مختلفة في توجهات فلسفية أو فكرية، وربما استفاد من نظرات أخرى من خارج دائرة هذه الأمة ووظفها توظيفاً إيجابياً وبحث لها عن شواهد من الكتاب والسنة. فهنا نستطيع أن نميز أولئك الأشخاص الذين نقول عنهم أنهم قدوة وأولئك الأشخاص الذين قد يستفيد الإنسان منهم أو يستلهم من شخصياتهم. والواقع أنه الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها، يعني حينما تقرأ سيرة أينشتاين مثلاً أو سيرة ستيف جوبز أو سيرة أي كان من الناس المشاهير ستجد جوانب إبداع وجوانب عظمة إنسانية، لكن هذا لا يعني أن يتحولوا إلى قدوة لأنهم لا ينتمون إلى نفس القيم والمرجعية التي ينتمي إليها الإنسان. هذه واحدة. النقطة الثانية أننا حينما نتكلم عن القدوة في الغالب نتكلم عن قدر من المثالية والرقي والسمو عند الأتباع والمحبين. إذن القدوة فيها نوع من التفوق والتميز، فإذا تكلمنا عن شخص ما إنه قدوة بشكل أو بآخر معناه أن هذا الشخص لديه قدر من المثالية والتميز، إما في
شمول حياته، وهذا ما نستطيع أن نعبر عنه بأنه قدوة شمولي، أو في جانب من جوانب حياته، وهذا ما نريد أن نقول إنها قدوة جزئية أو قدوة خاصة في بعض شخصيته. القدوة إذن تنطوي، وهذا معنى ثالث مهم، على قدر من الحب وقدر من الإعجاب بهذا الشخص. فحينما يعبر إنسان لآخر أنه أنت لي بمقام القدوة، فلابد أن يكون ذلك معناه ليس فقط الإعجاب بجانب أو تفوق هذا الإنسان في جانب معين، لكن في تعبير عن أنني أنا شخصياً أكن لهذا الإنسان قدراً من المحبة وقدراً من الإعجاب. ولذلك قد يقتدي الإنسان بالمفضول مع وجود الفاضل، السبب أنه هذا المفضول لبى حاجة موجودة عندي وأعجبني بأسلوبه، ببساطته، بتواضعه، بينما ربما يكون هناك من هو أفضل منه، ولكن هذا الأفضل حصين إما برقي أسلوب أو بتميز أو بتخصص جعلني لا أستطيع أن أسمو إلى مرتبته وإلى مستواه. إذن القدوة فيها جانب حب وجانب إعجاب لأولئك الأشخاص الذين نقتدي بهم. هناك ما يسمى اليوم بالكاريزما، وهي وإن كانت كلمة يونانية إلا أنها كلمة دارجة، وفي الغالب أنها تتحدث عن موهبة ربانية إلهية لدى بعض الأشخاص أنهم يمتلكون جاذبية. هذه الجاذبية لا تستطيع بالضبط أن تحدد سرها، جزء منها في ملامحهم، جزء منها في لغتهم، جزء منها في، لكنها في الجملة تعتمد على الحيوية والطاقة الموجودة عند هؤلاء الأشخاص. والكاريزما ليست مرتبطة دائما بالحق، يعني قد يكون شخص مثل هتلر يملك كاريزما ولذلك استطاع أن يحشد الكثير من الأتباع، وهكذا بعض قادة فئات الضلال والانحلال والفساد والعدوان والبغي والظلم قد يكون عنده قدر من الكاريزما، إضافة إلى آخرين لديهم كاريزما قد تكون عابرة إن صح التعبير، إما أن تكون عابرة للقارات أو عابرة للأمم، بمعنى أن بعض هؤلاء الأشخاص يلفتون نظرك ويشدون من يستمع إليهم حتى ولو كان لا يتفق معهم في المرجعية أو القيم التي ينتمون إليها. النقطة الرابعة أن القدوة يجب ألا يفهم أبداً أنها إلغاء أو مصادرة لشخصية الإنسان. ليست القدوة أن أذوب في ذلك الشخص الذي قلدته. يعني نحن نجد بعض الشباب مثلا لما يكون في بداية التعلم وقرأ كتب أئمة وعلماء، بعض هؤلاء العلماء قوية الشخصية جدا مثل ابن حزم أو ابن تيمية رحمهم الله جميعا، فلما يقرأ تقرير هذا الإمام وحشده وسياق الأدلة وأقوال العلماء وترجيحه لقول من الأقوال، في الغالب أن هذا الإنسان لا يملك إلا أن يستسلم لهذا الاختيار، وهذا شيء طبيعي. ولذلك غالبا تجد الناس في بداية حياتهم يتأثرون بشخص ما، حتى في مجال الشعر، في مجال الشعر العرب يتكلمون عن تأثر الشاعر بشاعر آخر، وأحيانا يعبرون عن أنه وقع الحافر على الحافر، بمعنى أن شابا مبتدئا لما يقرأ شعر المتنبي أو أحمد شوقي أو حافظ إبراهيم أو نزار قباني أو غيرهم فإنه يذوب فيهم، ولذلك في الغالب أن تكون قصائده من حيث الوزن والقافية على نفس النمط الذي هم ينظمون عليه، وربما يقتبس منهم بعض المعاني وقد يعجب بهم غاية الإعجاب، لكن إذا كبر ونما فإنه يستقل، شأنه شأن الطفل الصغير الذي يكون مع والديه يتابعهم ويحاكيهم ويقلدهم، فإذا كبر استقل وربما أصبح في فترة من الفترات يتعمد أن يخالفهم في مواقف معينة لمجرد إثبات استقلاله وأنه شخصية أخرى، ليس هو أمه ولا أباه وإنما هو شخصية مختلفة. وبالمناسبة يعني نحن كثيرا ما نستشهد بأقوال شعراء جميلة قد تكون من شعر الجاهلية، وأن عباس رضي الله عنه كان يستشهد بشعر الشعراء حتى في تفسير كلام الله عز وجل كما هو معروف عنه، ورواه الطبري وغيره كثير من هذا الباب. واليوم تجد الدعاة والعلماء والمتحدثين غالبا ما يستشهدون مثلا المتنبي، لا تكاد تجد إماما أو عالما أو خطيبا أو متحدثا إلا واستشهد ببعض أبيات المتنبي لما فيها من الإبداع وما فيها من الحكمة. فهذا الاستشهاد ونوع من الاقتباس، نوع من الإعجاب بالمعنى، لكن لا تستطيع أن تقول أن هذا حول هذا الشخص إلى قدوة لذلك الإنسان الذي اقتبس من بعض هذا المعنى. إذن القدوة ليست إلغاء ولا مصادرة لشخصية الإنسان،
وإن كنا نعلم أنه من حيث الطبع فالغالب أن الشاب في بداية حياته يكون أشبه بالأسير لشخص أعجب به، ولكن يكبر بعد ذلك. فهنا المهم أن لا يتحول الحب إلى بغض، أو يتحول الإعجاب إلى نوع من الإعراض والزهد في هذا الشخص، لأن الإنسان كبر وأصبح ينظر من زاوية معينة. وهكذا نحن لما كنا أطفالا، كما كان يقول أبو عمرو بن العلاء، يقول: ما نحن في من مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال. طيب، هنا لما نكون نحن البقل في أصول النخل الطوال، نرفع رؤوسنا لنرى هذا النخل، علماء، أئمة، دعاة، خطباء، مشاهير، فقهاء، قادة، فنعجب بهم. لكن حينما نكبر أو نقترب منهم ونختلط بهم، ربما تتغير الصورة كثيرا. وهذه هي النقطة الخامسة التي أريد أن أشير إليها، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم القدوات، ولذلك نقول عنه أنه القدوة المطلقة. النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني الشخص الوحيد الذي قال ربنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم قدوة للحاكم والمحكوم والعالم والمتعلم والكبير والصغير والصحيح والمريض والمسافر والمقيم والرجل والمرأة والغني والفقير والشخص العزيز المتمكن والشخص المستضعف. النبي صلى الله عليه وسلم قدوة للناس كلهم، لأن كل ظروف الحياة وتقلباتها مرت به عليه الصلاة والسلام، والله تعالى رسمه وقرره في كتابه الكريم على أساس أنه القدوة الحسنة والأسوة لعباد الله كلهم الذين يرجون الله واليوم الآخر ويذكرون الله كثيرا. ليس ذلك لأحد سواه عليه الصلاة والسلام. قد تجد علماء وصحابة وأئمة عظماء مثل الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة والأئمة الأربعة وغيرهم، ولكن سبحان الله قلما تجد إماما إلا ويتميز بجوانب معينة، وهناك جوانب أخرى قد يكون فيها أقل. وهذا هو يعني النوع السادس. فقدوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للناس كلهم هي معنى مهم جدا، ولا يمكن تصور إيمان وإسلام إلا بهذه القدوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم والموجه والمرشد، وكذلك الصحابة الذين رباهم هم قدوة لأي جيل يريد أن يتأسس ويتكون. هنا تأمل سورة الفاتحة لما يقول الله سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم، ثم يعرف هذا الصراط بالقدوات التي تنتمي إليه وتكون مثل العلامات والشارات للسالكين والسائرين على هذا الطريق، صراط الذين. إذن هنا نحن أمام تعريف للصراط المستقيم بالقدوات. من هو؟ ما هذا الصراط؟ هو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومن هنا مثلا فإن محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والثناء عليهم والإيمان بهم والترحم عليهم وحسن الظن بمواقفهم وأعمالهم والاقتباس من سيرهم والبركة بذكرهم وقصصهم وتاريخهم، أن هذا جزء من إيمان المرء بالإسلام وجزء من سيره على الطريق. ومن دون هذا الطريق فإن الإنسان الفرد والأمة أو المجموعة لا يمكن أن يصلوا إلى الطريق المستقيم. النقطة السابعة أن القدوة الشاملة هي بالرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكرت. أما الأئمة والعلماء فقد تجد لكل عالم أو إمام منهجا خاصا. وسبقا كتبت كتابا عنوانه مع الأئمة، تكلمت فيه عن الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد رضي الله عنهم، وكتبت في صدر هذا الكتاب حوالي 70 صفحة